الكلام مهم للي يمارس المشي واللي ما يمارس المشي عشان يمارس المشي. هل تعلم بأن المشي علاقته بدماغك علاقة وطيدة، من حيث أنه أولا يزيد تدفق الدم بشكل عام في الدماغ، وهذا يعزز من وظائف الدماغ بشكل كبير جدا، ومن أبرزها التعليم، مهارات التعليم تزداد، حل المشاكل تزداد، أيضا يحسن من الذاكرة، ولا تنسى أنه يكافح الاكتئاب والتوتر. والمشي أيضا بالنسبة لدماغك رائع جدا في مكافحة الأمراض، يسمونها اللي هي زي الخرف، الخرف يكافحه المشي بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يضبط التوازن العاطفي ويعزز التوازن العاطفي، لأنه يضبط هرمونات جسمك من ضمنها هرمون السعادة، هرمون الدوبامين، هرمونها. لذلك المشي مغذي مجاني لدماغك بشكل رائع جدا، أكبر مما تتخيل.